السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في برنامج جديد اللي غادي تعرفوا على الاسم ديالو على الجينيريك. فمن بعد ما تعرفت على عنوان البرنامج اللي هو الفار في الكوبيا، فمن طبيعة الحال ما غاديش تخفى عليكم الفكرة وأنكم كتعرفوا ما المقصود من الفار. فالفكرة ديال هاد الفار فهي خديتها أنا من مقابلة من كرة القدم من الرياضة، وقلت لماذا ما نطبقوش على تغريد الطيور مادام اننا عندنا دي فيديو سوغ يوتيوب وعندنا الاخوان اللي كيسجلوا الطيور ديالهم بالفيديو. فقلت لماذا ناخذ هذه الفكره هذه ونطبقها على تغريد الطيور او الفيديوهات ديال الطيور لمناقشه ولتفسير بعض التغريد المشكوك فيها او بعض اخطاء تحكيميه او بعض التغريد مثلا حتى الايجابيه عن الطائر او الطريقه ديال الطائر كيفاش كيغرد. فقلت هذه فرصة وطريقة جميلة باش نوصل المعلومة لجميع الممالية. إذن الإخوان، فقررت أنني أول موضوع نخدمه بالفار هو الميستو ديالي اللي حطيته على اليوتيوب في 2022 واللي وقع فيه جدال بين الأصدقاء ديالي وبين الممالية، أنهم كاين اللي كيقول فأنه عجبهم الميستو، كاين اللي كيقولوا ما عجبهمش ميستو، كاين اللي كيهضر على الاخطاء ديالو. فعلا فيه الاخطاء وانا كتعرف فيه الاخطاء وعن قصد حطيته في اليوتيوب لان الفكره كانت عندي من ذاك الوقت باش نطبقها على الطائر ديالي، هاد الفكره ديال الفار. ف من طبيعه الحال ان الاخوان كلهم كيعرفون اني كندير تجارب ومستر ولا الطيور ديالكم كلهم كنسميهم ديكوبايل، لهذا انايا غد قمت بهاد ان شاء الله بهاد التجربه على الميستو ديالي، غيكون هو اول موضوع في هاد البرنامج، وهو اللي حفظ على لا ريغل دو تروا بحال خوتو اللي دازو. وبالمناسبه غادي نعاود نشرح الفكره ملخصه ديال سميتها ديال التركيبه ديال لا ريغل دو تروا، لان كاين بعض الاخوان اللي طلبوني على في التعاليق ديالهم. اذا غادي نغتنم هذه الفرصه هذه وغادي نشرح لهم تركيبه لا ريغل دو تروا على شكل شيما على الشاشه. ها هو الشيما ديال لا ريغل دو تروا، هذه هي الملخص التقني على ديال لا ريغل دو تروا. فهي درتها سو ان سو فورم دان شيما بس موثقه وباش تكون مفهومه لعده الممالية اللي باغيين يخدموا بها. فكما كتشوفوا الاخوان فهي كانت التجربه بدات من 2015، فهي عباره عن تركيبه صغيره ما كتكونش ان غون ريبيرتوار، كتكون مكونه من ان بلوك دادونوس بليكي خاص ديالو، ثم من لي زابيل دو باز اونيك يعني المنفرده على حساب الاختيار ديالكم نتوما ديال لي زابيل اللي كيعجبوكم، ثم لي توكيس داخلين في ما هو لو جروب ديال ادورنوس. ولكن الاهم هنايا هو الجمله التغريديه اللي كنخدم بها. الجمله التغريديه فانا كنعطي غير جمله ديال سبعه النقاط، يعني مكونه من جوج ديال لي زابيل دو باز زائد بلوك دو فينيسيون، يعني كتعطي سبعه النقاط، وهذه بوحدها ما كتعاودش لان كما كتشوفوا هنايا فهي فوا ان ما كتعاودش. ثم كنعاود هذا البلوك كامل ديال لي زادونوس وديال لي زابيل اونيك كنعاودهم في لا 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 يعني الجزء الثاني ديالها من بعد الجمله التغريديه المختومه، كنعاودهم بدوطخ دي زابيل اخرين اللي انت غتختارهم ولا نتوما تختاروهم راسكم. ثم كنسالي بواحد الجمله مركبه من ثلاثه ديال لي زابيل دو باز، ولكن كتبقى ابيرتا يعني ايكو يعني بدون بلوك دو فينيسيون. فهذا هو الملخص البسيط، فهي ساهله. اذا ثم جيت لتحت كما كتشوفوا نوتي بيان
سيت ميثود ديكولاج ني با انفايبل. علاش قلت هذه القضيه هذه؟ لان باش نقول ان هاد التركيبه ما كنقولش لكم ان الطيور ديالكم ما غايجيبوش الاخطاء، هذا مستحيل. ثم ان هاد التركيبه هذه في هاد لي زابيل ديالها او في الجمل انها خدمت على ما يسمى لا ساتوراسيون ديال كل عروضه، يعني لو نومبر دو غولبي. كما كتعرفوا بان القانون كيقول لك من 4 وما فوق، وفي الجمله التغريديه من 3 وما فوق بالنسبه للعروضه اللي كتكونها. انا خدمت لو نومبر دو سيلابيك، يعني ان جميع لو شيفر اللي عطيت في كل عروضه انه كيتقسم على 3، بمعنى ان عروضه مثلا طبيطيوس كندير فيها 9، الا قسمتيها كتعطيها 3، الا درتي فيها 6 كتعطيك 2، الا درتي فيها 12 كتعطيك 4. هذا هو الحس، يعني هذا هو لا تكنيك اللي خدمت في هاد التركيبه ديال لا ريغل تو دووا كما كتشوفوا قدامكم. اذا هي الفكره ديالها فقط انك تعطي المساحه للطائر باش يكون هو الجمل التغريديه ديالو على خاطره، ما كيكونش عنده ما يسمى بالجان. اذا الاخوان هذا هو الفكره ديال لا ريغل تو دووا، كنتمنى نكون فسرتها لكم يعني ببساطه. اذا ندوزو الموضوع الرئيسي اللي هو الفار في الكوبيه. اذا الاخوان كما قلت لكم ندوزو الموضوع الرئيسي، فقبل ما ندوزو الموضوع الرئيسي فغادي نلونسي الفيديو ديال الميستو ديالي. اذا الاخوان كما كتشوفوا هذا هو الميستو ديالي، كاين اللي شافوا على اليوتيوب كاين اللي سمعوا. اذا غادي نحاولوا قبل ما ندخلوا في الحالات اللي خصنا نناقشوا فيها، لان ما غاديش نطول عليكم باستخدام الفيديو كامل، ولكن غادي نعطي عليها شي نديوها واحد النبذه نسمعوا شويه. كما قلت لكم قبل ما نبدا في الحالات اللي كتستدعي الفار في الطائر ديالي، فمن يعني غادي نحاول نهضر عليه بعدا عامة باش ياخذوا عليها الاخوان فكره بسيطه. هذا الميستو هذا فهو يعني ميستو الاداء ديالو يعني جميل جدا، الاداء ديالو في الطائقه ديالو في التغريد جميله جدا كما كان، ولا غورج ديالو يعني لو تامبر عنده لان تامبر ديفيرون على المسات الاخرين. الطريقه ديالو كما كنقولوا بالولاعه انها طريقه خاطره، وهذه هي اللي كيقلب عليها اي مولوع في الميستو ديالو او في المقنين، ان الميستو ديالو يكون كيأدي وهو يعني ثقيل شيئا ما في النطق. اذا علاش؟ لان الا كان ثقيل في النطق يعني كيعطيك واحد لا كاليتي في الاروده. ثم انه كما شفتوا انه يحترم واحد الشرط مهم في الكوبيه، انه كيحترم الوقوف من بعد كل عروضه، كيحترم يعني الوقوف ديالها. اذا هادو من الشروط اللي مهمين يكونوا في الطائر كما نسمعوا. بحال دابا هاد القضيه هو ضرب واحد البليبليه وقف، إذن لا ميم شوز انه في هاد العروضة اللي كتسمى ميسيدا انه عطاها حقها. اولا الشرط المهم في ميسيدا في الكوديغو في 2014 او في التغريد انه خصها تكون فيها الطلوع والهبوط باش كتعطيك ان سينيال، ملي كتحلها في اللوجيسيال كتعطيك ان سينيال سينيسويدال. اذا غير هذه غير فكره بسيطه. اذا الاخوان غادي ندوزو الحالات اللي تتستدعي الفار. من بين الحالات اللي كتستدعي الفار هي الاولى، اذا كما قلت لكم من بين الحالات اللي كتستدعي الفار غادي نناقشوا الحاله الاولى ديال الطائر ديالي. اذا نسمعوها بعدا. you
إذن الإخوان كما سمعتوا هذه الحالة هذه أنه هي أغوذة مكونة مركبة من ثلاث تغايد أساسية، ولكن استدعت للفار لأنها نورمالمون فيها واحد الخطأ اللي هو داو الميستو ديالي، واللي أن الحكم غادي يشير أنه غيسمع أنا خديت من العالي هذه الطريقة هذه، وكاين الحكم اللي كيدير بحال هكا ثم غادي يشير الخطأ. علاش درت هاد لومبيونس؟ علاش درت هاد لومبيونس هادي؟ غير باش نخلق واحد الجو كما كيقولوا امبيسيو في البرنامج. اذا هنا كما كتلاحظوا ف الميستو ديالي قام بواحد الخطا في الدوزيام ابيل او في الدوزيام ابيل او في التغيير الثاني، الأغودة الثانية من هاد الجملة المركبة، وهو الخطا ديال ريتم كاناري اللي كيتنقط في الخانه ديال البيناليزاسيون، والخانه الثالثه ديال في لافيش اللي هي لي زابيل ا كاناريو. اذا كتعطى عليها هذه موانسيس. اذا هنا ثبت والفار ثبت ليا بان وعطانا بان من المؤكد ان هذيك الاغوده في الاذن ديال الاخوان انها كتسمعها كناريه، ولكن انا تعمدت هذا الخطا هذا لان هذه الاغوده لي واحد الميسيده مخوده من لي زابيل انسيسترال او الصوتيات اللي معطيين في 2014، انها دائما كنت كنشك فيها وكنسمع المساته كلهم كيضربوها بالريتم كناري. ما عرفتش انا الحكام واش كينوطيها كناري ولا كيحطوها ميسيده، ولكن خديتها وجربتها انايا في الميستو ديالي ثاني فاش جربتها، وخرجت فعلا انها كيعطيها ان ريتم كناري. لهذا كنقول لكم هناك بعض الميسيدات تفاداوهم من مع الميستو من هذوك الصوتيات. هذا هو الهدف ديالي في هذا الحاله ديال الحاله ديال الفار. ندوزو للحاله الثانيه. اذا ندوزو للحاله الثانيه اللي غادي نخدمها ونعرفوا واش غيخرج فيها الحكم ويعطي فيها السمع ديالو ويعطي فيها انها خطا. طبيعه الحال كيبان لكم الحكم كيسمع، ثم غيجي الحكم الاخر اللي غادي يحكم عليها انها خاطئه. نعاود نسمعوها. إذن هذه الحالة هذه كما شفتوا فهي أغودة مكونة من واحد مجموعة ديال لي زابيل دو باز، ولكن البداية ديال لابيل ديال الجملة كان فيها واحد الأغودة فيها نشاز اللي كتعتبر خطأ نوت، وكتمشي لا نوت ديسكوردونت، يعني كتمشي للخانة ديال البيناليزاسيون في الخانة ديال لا نوت ديسكوردونت. وهاد الحالة علاش بالضبط اختاريتها؟ لأن هاد الخطأ وقع فيه قبل الميستو ديالي مع الميسيدا. إذا علاش خديتها؟ لأن إلا رديتو البال، غادي يقولها في أول جملة وغادي يكمل التغايد ديالو تشبيت 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 سياد سياد سياد، ويعاودها في الأخر. إذا هنا باش نقول إذن هنا باش نبين انها نوعيه هذا الخطا، فهو كيتنقط مره واحده لان سي لو ميم سي لا ميم فوت اللي وقعت للميستو ديالي، دا فيها التكرار. وكما كتشوفوا هنايا هي درت لها واحد العلامه ديال ساوت طونوفيس، يعني راه الطائر ما تحكمش مزيان في الاغوده، وهي نورمالمون غادي تكون يا بيبليوماتيادوس يا كابيبليو كاسكابيلادو يا كاسكابيل، لان هادو سي دي تروا دي تروا، يعني ثلاثه ديال الاغودات كيكونوا ميتاليك. الا ما اداهم الا ما اداهمش الطائر ديالك مزيان فكيوقع في الخطا. اذا هذا بالنسبه للحاله الثانيه. ندوزو للحاله الثالثه. الحاله الثالثه هي هذه، نسمعوها. الحكم كيسمع والحكم كيعلن ان كاين خطا. نعاودوها، عفوا، الحكم كيسمع والحكم كيعلن
خطأ موجود كما كنقولوا. إذن هنايا الجميع ديال الماليه غادي يفهموا، لا كلشي كيفهم الاخطاء في الطيور، دونك غادي يعرفوا بان التبتبيت كما كنقولوا، واللي غادي نشوفوا اللي هو بان في الفيديو هنايا، ها هي بريمافيرا، ها هي بريمافيرا. اذا بريمافيرا يعني ان الطائر ضرب واحد التبتبيت خلوي، اذا هنا حتى هو عنده موان دو، هذا لا غبار فيها. الميستو عندي قام بهذا الخطا هذو، وهذه الاخطاء كلهم كاينين فيه. اذا النقاش اللي بغيت نناقش هو كاين بعض الاخوان انهم فعلا عرفوا بانه خلوي، ولكن كيقولوا لي قالوا لي ودي جوجيه. هذا ما كيهمش يكون جوجيه ولا يكون من القوبع ولا يكون ماشي طائر اخر في الطبيعه، لان اللي كيهمني انا هو نعرف بان هذيك لانوت، هذيك لانوت انها يعني بريمافيرا، ما كيهمنيش اش من طائر لاش كتنتسم. ولكن الاخوان ديالنا اللي تبارك الله كيسمعوا مزيان داكشي قال لك انها جوجيه، وانا كنقول لهم ماشي جوجيه، لان سي با لا ميم شوز في النطق، يعني لاكسون ديال الطائر ماشي جوجيه. والدليل باش نبين لكم بهذا اللوجيسيال، اذا هذا هو فين عندي المشكل. هنا سيت تبتبيت تبتبيت اللي الطائر ما قدرش يعني ما عطاش حقه. غادي نمشيو نعطيكم الجوجيه اللي كنهضروا على الجوجيه، فهذا هذا هذه جوج مخوده من الجوج، هذه مخوده من الجوج، هذا الجوج يعني بلاكسون ديال الجوج، اذا بعيده كتحس بها بعيده. اذا الا درنا بحال هكا باش نعرفوا، ناخذوها هنا ونمشيو نحطوها هنايا كما كتشوفوا، غير باش نعرفوا شويه، نعرفوا الفرق ما هي كما بغيتوا تسميوها سميوها، ليسونسيال انها خطا. نسمعوا. اذا هنايا ميم لونوماتوبي ديالهم بجوج مختلفه، يعني الا خدمتي الفكره لونوماتوبي غادي تعرف تحطها يعني حبون على ورق الورقه، وغادي تسمع الاولى، الاولى ديال الجوج كتجي كتسمع جاو جاو جاو، اذا هما مختلفين في لي كونسون وفي لا فوايل. والثاني ديال الميستو ديالي عنده واحد لا فوايل اي في الاخر، هذه غير فقط تبتبيته اللي ما انتربريتهاش للميستو ديالي مزيان، واللي بزاف ديال الناس كيخدموا بها. هي غادي نوريها لكم هنايا، لان علاش غادي نوريها لكم هنايا؟ لان هذه اللي عندي انا في التركيبه ديالي، سمحوا لي، هذه اللي عندي في التركيبه ديالي، لا ماشي هذه، هذه تسمحوا لي، إذن هاد التبتبيت هذا هو اللي خلق لي انا المشكل في الميسو ديالي. هادي ما قدرتش انتربريتي هاد الطائر ديالي مزيان، هاد التبتبيت هذا، لان ملي كنسمعو حدا البيسي ديالي انها كنسمعها مزيان، ولكن ملي كنبعد عليه مثلا كنمشي لواحد المسافه ديال حتى للكوزينه، فكيولي غير يعني ستيل باش ملي كنسمعو كنسمعو بهذاك ستيل اللي عطاني الميسو ديالي. دو توت فاسون هذاك تبتبيت خلوي، ما 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 تقنوش ليا الميستو ديالي، انا ما نقدرش، ما كاينش اللي غادي يعطي يعني في التركيبه ديالو يعطي فيها مثلا تبتبيت خلوي. ولكن في هذه الحاله لو انه ان الميستو ديالي ما عاودوش ما كرروش في التركيبه يعني في لو شون ديالو، ما غاديش نديرو انه خاطئ، لان خاص باش يكون خاطئ خاصو يكون الميستو كررو مزيان بزاف ديال الخطرات، ماشي خطا وحده، وكون كانت خطا وحده غندير ليه انيوري. هذا هو ال 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 ديال يعني غير التفسير ديال هاد الحاله هادي. اذا غادي ندوزو الحاله الاخرى اللي هي
نعاودوا هذه الحالة هذه. إذا كما بينت لكم على لابليس أن الميس ديالي قام بواحد المشكل في لا تيمينيزون، لا تيمينيزون طولها مزيان، وفعلا الحكام أنهم سمعوها وعطوني خطأ. إذا نعاود نسمع، فعلا كاين الطول، كاين الطول ديال، فعلا كاين الطول ديال لا تيمينيزون، ولكن المشكل هنايا الحكم عطاني خطا، ما كاين حتى مشكل، ولكن نقدر ندافع على الطائر ديالي باش على هاد الغوده انني نقدر نقول لهم ليست بخطا. ولكن علاش غندافع عليها؟ لان فعلا ما كايناش شي حاجه في القانون كتقول لك ان هاد لا تيمينيزون انها تكون خاطئه، لان اصلا الى مشينا ليها هي ان في لا تيمينيزون اصلا كيقول لك هي الوحيده اللي هي الوحيده اللي ماشي اللي ما كيطبقش عليها المينيموم دو غولبي، بمعنى ان هي الوحيده اللي ما عندهاش ديك القضيه ديال ان الطائر خاصو يغردها من وما فوق، من ثلاثه وما فوق او من اربعه وما فوق. اذا هنا انا كنتحمى، لان الا ضرب بوحده غتكون صحيحه، ضرب بجوج صحيحه، ضرب بثلاثه صحيحه، ولكن هنا في هذه الحاله هذه ما عنديش الماكسيموم انايا. اذا مادام ما عنديش الماكسيموم الطائر ديالي غنغدها مزيان باش تعطي لي خاطئ. ولكن كاين واحد المساله اللي كاينه في القانون اللي كتعطيك انها خاطئه، ولكن لا يعني المغبط الفاس ان الحكام هذا الخطا ديال هذا الطول ديال لا تيمينيزيون ديالي ديال هاد لا تيمبانا فين غادي يحطها ليا. بزاف ديال الموالي ناقشت معاهم هاد الطائر ديالي او ناقشوا معايا كيقولوا لي ان هذاك لا تيمبانا غيتم كاناري خصها تمشي لي زابيل دو كاناري. هذا بتاتا ماشي خطا ديال الكاناري، ما خصهاش تمشي للخطا ديال الكاناري، والحكم ما خصوش يحطها في هذيك الخانه. لماذا؟ لان عندي دليل ان كيقول لك هما جوج ادله، ان كيقول لك ان لا الاغوده ديال لا تيمينيزون انها الى وقع فيها واحد لا موديلاسيون او يعني وقع فيها واحد التغيير في الفوكاليزاسيون ديالها، يعني في لا كونسون اير ولا لا فويل اي، هاد المساله هادي كيؤدي لها الى ما يسمى بواحد لا لونغور انورمال. ها هي كاتبينها هنايا، شتيها؟ ها هي كاتبينها انورمالمنتي لاغا، انورمالمنتي لاغا لاغا. سمحوا لي بالاسبانيه ما كنطقهاش مزيان، وي بالفرنساوي كتسمى انورمالمون، يعني انورمالمون لونغ. اذا هنايا كيقول لك في هذه الحاله ممكن تحط في الخانه ديال اخطاء غوده النهايه اللي هي تيميناسيون سويلطا دوبلي اونطادا اون لاسي. اذا ها هو هنايا انا نقصت عليا بعدا من ابعد النقاط من فين كان يحط لي الحكم. ثم كاينه حاجه واحده اخرى اللي نقدر نحمي بها راسي فقط باش ما تحطش لي في الخانه ديال الكاميرا، ها هي قاعده تعريف ديال لاتيمبالا. اذا قبل ما تحكم عليا انا كمولوع وتحكم على الطائر ديالي، خصك تحكم بعدا على المشرع الاسباني، لان المشرع الاسباني عاطيني واحد التعريف انها كتكون ان عندها لا بوسيبيليتي ديال دو زوريجين، منين تخدات او منين جابوها. عندك وحده انها كيقولوا لك واحد الطائفه كيقول لك انها كتشبه لا سونري ديال السونيت العادي ديال الديور. ثم كيقول لك انها جات من واحد لا نوطا ديال الكاناريو تيمبادو، لان تيمبادو معروف يعني الاسم ديالو معروف، من لان عنده واحد لا نوط اللي هي واحد الغوده اللي هي التيمبري. اذا مادام مشري عطيني جايبها ليا من عند الكاناري تيمبري، علاش تحكم ليا عليها انا انها كاناريه؟ اذا هنايا يعني كما كيقولوا دليل اخر انها ما خصهاش تحط في الكاناري في الخانه ديال الكاناري. اذا غادي ندوزو الاحتمال ديالي ديال هاد الطول نورمالمون فين غيحط ليا الحكم. الحكم اذا الحكم غادي يقول، يقدر الحكم يقول ليا انها لا انا غادي نحطها
في خانه ديال خانه الاخطاء الكناريه، لان انا يعني النظريه ديالي جاتني بحال ريتم كناري. اذا ملي كتهضر لي على النظريه ديالك انت، يعني بما ان انت حكم، اذا كتهضر على نظريه الحكم. اذا الا كنت غتحط لي بنظريه الحكم، ما تحطش لي في الخانه ديال الكناريو، حط لي في الخانه ديال نظريه الحكم، واعطيني حطني لي تما سته. اذا الا حطيتي لي سته في نايلاج، عطيتي نظريه الحكم على لافيش وحطيتي فيها سته، نظريه الحكم كتكون غير من واحد حتى لخمسه. اش غادي تقول؟ كاين اللي غايقول لي غادي ندير لها موان 6. لا سيدي، ما يمكنش لك دير لها موان 6، لان لامبريسيون دو جوج، لامبريسيون دو جوج بوزيتيفا، هادشي اللي عندنا في القانون. دونك نظريه الحكم هنا ما كايناش عندي، ثلاثه ديال الحجج انها ما تحطش في الكناريه. اذا الحجه اللي عندي انها خاطئه وفين تحطها ليا، هي تحط في لا نوت ديسكوردونت. علاش لا نوت ديسكوردونت؟ لان مادام الطائر ديالي غردها مزيان، الى بيان بونونسي لا كونسون اغ ou la voyelle i مسموعه لاي واحد، ولكن الطائر ديالي فين غلط؟ ان دار بلوزيور اكستنسيون ديال لا كونسون ار، يعني الى الونجي لو لا كونسون ار اللي ادت لها الى الطول ديالها. في هذه الحاله كتوقع لا موديلاسيون في هذيك لا تيرمينيزون، وكتمشي لا نوت ديسكوردون. اذا هذه هي الحاله المستعصيه شويه، واللي بغيت نفسر بعض الامور فيها. وكتال ثاني حاجه اللي كتثبت لي انني ان الطائر ديالي وقع في غلط، هو هاد التوقيت اللي عاطين التي تيمبري ما تفوتوش من 0.5 الى 1 سكوند. فعلا الى رجعت ديالي انايا، الى رجعت ديالي ندير واحد غير واحد مساله، نشوفوا شحال ديال الوقت دار الميستو ديالي. ها هي، غادي نمشيو هنا ونحطوها هنايا، هي هذه. اذا الى شفنا انه وصل جوج ديالي، انه كاين داير فيها يعني اون سكوند اي بلوس، دونك وقع في الخطا تقنيا، وقع في الخطا، وهذا دليل انها خاطئه وخاصها دار في لا نوت ديسكوردونت. هذا هو يعني التفسير ديال اليوم ديال الطائر ديالي، ولكن هنا هضرت غير على العيوب. كي حتى مشكل انا سام ديرونج با، لان الطائر كيبقى ديالي والمنتوج كيبقى ديالي، وكنبغيه كيف ما كان. اون بلوس سي دي يعني سي دي زيكسبيريونس اللي كندير لهم، ومازال غنخدم على دوطخ اكسبيريونس. اذا ولكن ما ننساوش انه عنده ما يقول في ما يسمى ب الايجابي. غادي نسمعكم واحد المقاطع اللي اختاريت، و ماشي غنهضر عليهم بزاف، ولكن غير باش نقول لكم راه كل طير فيه ايجابي، اينما يوجد الايجابي يوجد السلبي. اذا نسمعوا شويه لهاد المساله هذه. هادو بعض المقاطع اللي خديت باش نعطي ان الميستو ديالي اولا انه كوبيه. نعاودو نسمعو ما. اذا التغير كله انهم مخودين من لي زابيل دو باز العاديين بدون تغيير، بدون موديفيكاسيون، والطائر هو اللي اداهم بهذيك لاغورج ديالو، لان هنا كتلعب كما كنقولوا كيلعب داك لو تامر ديال لاغورج. تحطيه في شي طائر عنده لاغورج مزيانه. اذا الاخوان، انتم سمعتوا ميسيدا، سمعتوا لي ديفليو، سمعتوا لي طاب دي تيوس، دونك وانه كيتقن الشرط اللي هو لا ساتوراسيون، ما كنقولوا حنا الاشباع في صوت في الاغوده. ابوفيد، ختمتها لكم بابوفيد. دونك الاخوان، نتمنى يكون البرنامج عجبكم، وان شاء الله الحلقه المقبله غادي نخدم على بعض الطيور اللي دازوا في مسار طائر، وبعض الطيور اللي كاينين في اليوتيوب. واتمنى ان الفكره تكون عجبتكم، وغادي ديفلوب مزيان ان شاء الله في الحلقات المقبله. وشكرا على تتبعكم، بارك الله فيكم.